عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اش اخباركم؟ نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله بحول الله غندير معكم واحد الخبزه معمره بالخضره والكفته، كفته ديال اللدان، وغادي نطيبها في هذه الفران اللي ورايا. نتمنى انها تعجبكم. يلا نبداو على بركه الله. هاد المقادير شنو غنستعمل فيهم ديال هاد الخبزه؟ كيلو ديال الدقيق هنا، معلقه كبيره ديال السكر، ومعلقه صغيره ديال الملح، وغادي نستعمل دانون مسوس جوج معالق ياغورت مسوس، ونص ديال الخميره ديال الدرهم. جوج معالق كبار تقريبا النص ديالو، صافي. كندير الخميره، كنعجن بالماء نورمال عادي. هيا كنتلك فيها غير غنجمعها، وغادي نرجع معكم نوريكم الشكل النهائي ديالها، ونخليها تخمر ونمشي نصوب معكم الحشوه اللي غادي ندير فيها. نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم. يلا بقوا معايا، ما عندكم فين تمشيو، انا ديما معكم. صافي، هنا العجينه ديالتي خليتها تخمر، درت فلفله مقطعه، البصله مقطعه، القرعه خضراء محكوكه، الكفته، وخيزو زو محكوك، هادشي اللي درت في الحشوه. صافي، هنا درت في الطنجره الزيت عاديه والثومه، خليتهم يسخنوا مزيان. درت البصله هي الاولى، نصيحه من عندي ديروا البصله هي الاولى تهبط بمليحه، عاد زيدوا على الخضره اللي بقات لكم. انا غير كنت هنا مزروب ودرت كل شيء في دقه واحده، ولكن ديروا البصله هي الاولى تحرر مزيان وتتهبط، وعاد ديروا معها خيزو، وعاد ديروا القرعه وفلفله. صافي، انا غندير هادشي كامل ونخليه يتشحر وتهبط ليا الخضره. اما العطريه راني ما درتهاش، سمحوا لي، ولكن نتوما ديروا العطريه، ديروا التحميره، ديروا سكينجبير، ديروا البزار. انا درت غير البزار والهريسه، ما صراحه ما جبتهاش معايا، ما درتهاش، ولكن جات بنينه العماره، انا غير نسيتها. درت مليحه هنا وكنشحرها مزيان حتى تهبط لي ديك الخضره، وسمحوا لي انني كنحرك بهذيك المعلقه ديال الحديد حتى المعلقه ديال الخشب، نسيت ما جبتهاش معايا. نصيحه من عندي، نتوما حركوا بالمعلقه ديال الخشب، انا غير ما كانش عندي ديك الساعه وما لقيتش البديل، درت استعملت هذه. الشيء هنا درت الكفته ديال لاداند وقزبر ومعدنوس، حتى هبطت لي هذيك البصيله وهذيك الخضره، صراحه كتجي زوينه هاد الحشوه اللي درت لكم دابا. تقدروا تعمروا بها البريوات، تقدروا تعمروا بها المسمن. الشيء هنا ما درتش العطريه، درت غير البزار، هو اللي كان عندي متوفر هذيك الساعه، ولكن جات بنينه. صافي، دابا غادي نطفي عليها وغنديرها في شي اناء. شوف كيفاش جات، شي ما درت فيها لا تحميره لا والو، كيفاش جات اللون ديالها زوين. هنا درت ليها الحار الهريسه طباسكو، ثم درت الهريسه العاديه ديال
درت المغاربة الهريسة ديالتنا نتوما ديروها، انا درت طاباسكو، ما كانش عندي الهريسة درت طاباسكو، هادشي اللي كان خليتها تبرد. بالنسبة للعود راني درت فيه شوية العود ماشي بزاف. بالنسبة لك كتغطي فيه بيتزا يمكن لك دير العود بزاف وخاص تكون عافية شاعلة باش تطلع لكم من الجناب. اما اللي كنت غنديرو فيه غير الخبز خاصها تكون بحال هكا نورمال عاد. ونخلو دابا نمشي نصوبو الخبزة ديالتنا نقادوها باش ندخلوها الفران. انا قسمتهم على جوج على جوج، اما العجين راه باقي عندي بزاف تما. كتبغي نديرهم كبار ولكن ما عندي، غادي نديرهم فيها. هي كتبغي لاطه كبيره، انا ما عنديش لاطه كبيره، هادشي علاش غادي نديرهم غير صغار. اخر معكم راه البيض هنا درت فيه الخل، عندكم نتوما جنجلان ديرو، انا غندير غير شويه الزعتر من فوق ونخليها تخمر شويه برا تقريبا واحد 8 دقائق او شويه الزعتر. والشكل النهائي ديالها غير غادي تخمر ودخل الفران طيب وانا معاكم. دابا غندير معاكم شي كيل اخر غادي يجي زوين صراحه، نتمنى انكم تجربوه، ما كياخذوش الوقت بزاف ودغيا كيوجدوا. وبالنسبه للخضره تقدروا ولادكم ياكلوها حيت واحد المذاق زوين كيجي فيها مع الكفته وداكشي، كاع ما كتبقى الخضره القرعه وخيز وكاع ما كيبقى يبان كتولي كلها كفته. نتمنى انكم تجربوها كتجي واعره صراحه. اما الشكيل الثاني غادي نديرو كبير، غندير الخبزه كبيره دابا بصح. نقسم شوية. بالنسبة لي جاو عندكم الناس وعلى غفلة ولا شي حاجة تقدر توجدو لهم هذه دغيا وكتجي زوينة. ديرو بها كسكروط تقدر تعشاو بها وما كتاخدش الوقت بزاف في انكم توجدوها. هذا ندير شوية فورص هنا وغادي ندير المدلك. انا كنديرها في لاطه كبيره، اما هنا ما عنديش لاطه هذا هو المشكل. مرات كنديرها في لاطه كتجي زوين. صافي كتجي كبيره شوف. غادي نحطها هنا ونصوب ختاتايا نصوبها. اما العجينه اللي شاطتني غنديرها خبز وندخلها الفران. نقدر نعمرها بالزيت والكحل والزعتر ولا نقدر نعمرها بالخليع.
اما العجين اللي درت لكم تقدروا ديروا بها بزاف ديال الاشكال، تقدروا ديروا مسينات عاديه وتدخلوا الفران. هاد الخبزه غتجي كبيره بزاف. انا درتها في هاد البالا ديال الفران حيت ما عنديش لاطا، غنديرها هاد المره كامله. صافي وغادي نقادها باليدي. انا كندير لكم وصفات اقتصاديه بالنسبه للناس متوسطين، الناس اللي بحالي يقدروا انهم يديروا شهيوات ويطلعوا لهم الخاص وزوينين. كنحاول انني ديما الاقتصاد في الوصفات ديولي، ما نخرجش على الماروكان وفي نفس الوقت ندخل شي حاجه عصريه. انا درت العماره ودرت هذه وغادي نسدهم ونقادهم. قادهم بديت نسدوهم باش متخرجش من العمارة من هنا. أما إلا درتوها في بلاطة الفراح ديال المسمان ولا ديال راه غتصاوب ليكم مزيان وغتجيكم حسن من هنا بألف درجة. نتوما تكون عند اللي عندكم زلافة ديروه، أنا عندي غير هادي هي اللي غنشد بيها العبار باش غنديرو بحال الشكل الأول. نحاولو نطبقوه مزيان. نعاود نقطع هاد التيبات كبيرة. شو هادو شوهم شوهم بحال هكا، كتهزوهم كتقلبوهم، كتهزوهم بالموس وكتقلبوهم، تهزوهم باش كتجي كبيره 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 بزاف والشكل ديالها واعر. نتوما ديرهم غير صغار، نتوما عارفين ان السيمو عزيز عليه اي حاجه يديرها كبيره، ما عندوش معاش حاجه صغيره. يا نهن هذا بابا صفار البيض. صراحه ماشي صفار البيض، البيضه كامله درتها معايا. انا ديما كندير البيضة كاملة، كنبغيش نضيع الابيض البيض. دابا ندير شوية الزعتر، الزعتر ولا عندي متوفر دابا، ما عنديش جنجلان، لكن الزعتر كيعطي مذاق خطير. نتمنى لكم انكم تجربوها، راه كتجي زوينه وتقدروا تعمروا باي عماره، ولكن هاد العماره اللي درت معكم راه كتجي بنينه وفي نفس الوقت ما كتحسوش بالخضره بالنسبه لوليدات الجوع. انا نخليها تخمر وندخلها الفران. انا غندخلها الفران دابا. انا دخلت الطيب دابا. Thank you.
شطت لي شويه العجينه، درتها قرصتها وخليتها تخمر ودخلتها للفران. شوف كيفاش جات بحال خبز العيش. يمكن لكم هاد العجينه اللي درت معاكم ديروا بها الخبز، كتجي زوينه ومذاق ديالها زوين، وتقدروا ديروا بها سندويشات الوليدات، سندويش لوليداتكم. شوف كيفاش جات، وجات خاويه من الوصف بحال الخبز العيش، ما جات لا معجنه لا والو. نتمنى انكم تجربوها. صافي كيفاش الشكل النهائي ديالها، نذوق معكم دابا. صراحة جات زوينة بزاف وكبيرة، نتمنى انكم تجربوها. يلا نخليكم دابا تهلاو في راسكم، ونتمنى الفيديو يعجبكم. يلا السلام عليكم، نهاركم مبروك.